أهلا بكم، ننتقل مباشرة إلى الأشرفي للاستماع إلى إعلان الشهيد جبران طويني الذي تطلقه قوى 14 من آذار ويتلوه النائب السابق جابرييل المر. إعلان جبران. يكرم الشهيد بالوقوف صمتا، إلا جبران فلا يليق بذكراه الصمت، وهو من كانت الكلمة صنعته وشعاره ودأبه، حتى الصوت يودي كما كان يفيد شعار نهار الشباب. ربما لم يكن جبران صحفيا لو لم تكن الصحافة سليلة الحرية وتوأمها، واليوم في ذكراه الثامنة نتذكر أن النهار حملت في صفحتي الأولى في اليوم التالي لاستشهاده عنوانا أصر عليه والده الأستاذ غسان طويني رافضا أي نقاش، وهو من نوادر حرفته ومهنته. كان العنوان الكبير جبران لم يمت والنهار مستمرة، كأنه يشير إلى أن الحرية باقية ولو اغتيل جبران، لأنه اغتيل على الدرب إليها وعاش حاملا رايتها، لكن الحرية لا تبقى بلا أحرار، إذ لا قضية من دون من يذود عنها ويحمل رايتها ويعلي شأنها ويرفع صوتها. اليوم وقد تعاظم الخروج على الدولة وقضم سلطتها وتضرب المنطقة على وقع طلب الحرية لشعوبها، نجدنا أحوج أيضاً وأيضاً إلى تأكيد ما تمسك به الشهيد الصحافي جبران الطويني حتى الرمق الأخير، إنه الحرية، فالحرية في لبنان هي سياج أمنه الوطني. لذا يؤكد المشاركون في اجتماع اليوم للأمانة العامة لقوى 14 أدار ما يأتي. أولاً، الثبات على الدفاع عن الحريات عموماً وحرية الرأي والإعلام خصوصاً بكل تنوع وسائله. ثانياً، إن هذه الحرية تلزمنا بعبء مسؤولياتها بعبء مسؤولياتها بما تعنيه حدود القانون الناظم للمجتمع تحت قواعد القيم الأخلاقية والدستورية والاجتماعية. ثالثاً، لا يمكن تصور حرية الرأي والإعلام من دون ديمقراطية، لكن ذلك يجب أن يكون دفاعاً إلى النضال تحت لواء الحرية لتحقيقها. رابعاً، إن خوضنا معركة حرية الإعلام هي الدرب السليم لتعزيز الديمقراطية واستعادة ألقها، بعيداً عن التفسيرات الاستنسابية التي ترتئيها القوى السياسية. خامساً، إن صون حرية الإعلام ليس مسؤولية النظام السياسي وحده، بل مسؤولية المجتمع ككل، فعلى المجتمع المدني حمايتها لأنها مرآة نضاله لتحقيق الديمقراطية. سادساً، إن الاعتداء على حرية الإعلاميين مدان في كل آن، سواء جاء على يد النظام المتهاوي هنا أو هناك، أو على يد المجموعات الثائرة عليه، وهذه مسؤوليتها أكبر، لأن من يسعى إلى التغيير مدعو لأن يمارسه أولاً في الالتزام بالحرية. سابعاً، إن الإعلام الوطني في مواجهة محاولات شق المجتمعات العربية وافتعال التقسيمات في الوطن الواحد يجدد التمسك بقسم جبران طويني، فيدعو الجميع مسلمي ومسيحي لبنان والعالم العربي إلى الوحدة في مواجهة الظلم والجهل والقمع وإدانة الاعتداء الغبي على المقدسات ورفضه، لأنه يخالف قيمنا العامة ويضرب الحرية في أبرز ميادينها. إن هذه الإدانة لا بد أن تشمل هذا التمييز الانتقائي بين الضحايا والأماكن الذي يتبناها البعض، فرفض الاعتداء على الآمنين والمقدسات وفي الطليعة معلولة لا يحتمل التفريق وفق الجغرافيا والهويات الدينية والمناطقية. ثامناً، إن الإمانة
تستدعي في ذكرى استشهاد جبران طويني تأكيد المجتمعين التزامهم بمبادئ الوطنية السياسية التي ناضل من أجلها جبران واستشهد، ولا سيما السيادة والديمقراطية والوحدة الوطنية وبناء دولة الحق والعدالة. كذلك تستدعي الإمانة سؤال المراجع المعنية عن مصير التحقيق القضائي في اغتيال الشهيد جبران طويني وكل الشهداء. إذن تابعنا في إحياء الذكرى الثامنة لاستشهاد الصحفي والمناضل السياسي جبران طويني إطلاق الرابع عشر من آذار لإعلان الصحفي الشهيد النائب جبران طويني، وهو لحماية الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة في لبنان والعالم العربي بعد اجتماعها في مقر الأمانة العامة في الأشرفية. هذا الإعلان الذي أكد على تجديد قسم جبران طويني ووحدة المسلمين والمسيحيين دعا أيضا إلى حماية الصحفيين وأيضا إلى حماية الأماكن الدينية وتحديدا بلدة معلولة في ريف دمشق في سوريا وما تتعرض له هذه البلدة المسيحية. أبرز ما جاء في إطلاق جبران طويني في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا.